ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعلى التابعين وعلى سائر من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا رب أجرنا من النار، يا رب لا تحرق وجوهنا يوم القيامة بنار جهنم، يا رب لا تعذبنا ونحن ندعوك، ولا تهلكنا بجرائمنا ولا بجرائم غيرنا ونحن نرجوك. يا سيدي يا مولاي، كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك في هذا البيت المبارك على طاعتك، اجمعنا يوم القيامة مع الحبيب في جنتك. يا رب يا رب أصلح أولادنا وبناتنا ونساءنا وجميع المسلمين. والدينا ووالديكم اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك، لا يعذب حتى شيء واحد من أمة حبيبي رسول الله. اللهم تب على سائر المذنبين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر إخوتنا في غزة وفلسطين، وانصرهم في العراق وفي كل مكان. عليك بأعدائك أعداء الدين، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك في من شرورهم، والحمد لله رب العالمين. يقول تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، علاش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله خلقنا ليبلونا، خلقنا ليختبرنا، خلقنا ليمتحننا. فالله تعالى سبحانه يبتلينا ليظهر المؤمن من المنافق كما يقول السي مختار، وليظهر الصادق من الكاذب. لو كان ما كنش الامتحان، كاع الناس تقول انا مؤمن، كل الناس يدعي انه مؤمن وانه يخاف الله، شعار يرفعه كل مسلم. لكن الله تعالى يريد ان يمتحنك ليظهر حقيقة الايمان من زيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بالامتحان يبين الله تعالى الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق. أم حسبتموا أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لابد أن يمتحن الإنسان، أن يختبر الإنسان في إيمانه. فالله تعالى امتحننا واختبرنا وابتلانا، ها، بزوج تاع الصورة. ابتلانا الله بأمرين. ابتلانا الله تعالى الابتلاء التكليفي، وابتلانا بالابتلاء القدري. الابتلاء التكليفي، واسمه التكليف، الله خلقك فكلفك، كلفك باش افعل ولا تفعل، افعل هي الأوامر لأمرك بها، ولا تفعل هي النواهي التي نهاك عنها. لو كان الإنسان يحسب روحه بأن الله مطلق وحر وأنه خلق عبثا، واش يدير؟ يقول لك جسوي ليبر، جفسك جذو، أفعل ما أشاء. يا ابنتي يا ولدي، لا تفعل ما تشاء، افعل ما يريد الله منك، فأنت عبد لله. فالعبد يعمل بطاعة المعبود الذي خلقه. ها؟ ما تقولش انا ندير اللي نبغي، جو مون فو سو سوموزونيو، انا خدمتي. ها؟ لا يا اخي لا، الا راك تقول هكذاك كانك تقول لقد خلقت نفسي والدنيا ديالي ونمشي فين ما بغيت. وربك يقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ حسبتم أن الله تعالى خلقكم هملا وأنكم لن ترجعون إلى الله فيحاسبكم؟ لا،
خلقكم الله تعالى وأمركم ونهاكم وسيحاسبكم على ما أمركم الله به، هل فعلتموه؟ والذي نهاكم عنه هل انتهيتم؟ فلن تزول قدم عبد يوم القيامة كما قال رسول الله، لن تزول أي ليتحرك من مقامه حتى يسأل يوم القيامة عن أربعة أسئلة: عن عمرك ماذا أفنيته؟ ماذا فعلت في العمر الذي عشته؟ 50 عام، 60 عام، 40 عام، 80 عام؟ فشفوا التفطعة الله في طاعة هواك، في طاعة الشهوات، فشفوا عن شبابك فيما أبليته، وشبابك ماذا صنعت فيه، وعلمك ماذا عملت به، ومالك من أين جئت به وفيما أنفقته، هل جئته من حلال أم من حرام، هل أنفقته في حلال أم حرام؟ إذن فالابتلاء الأول هو ابتلاء تكليفي، افعل أوامر الله، لا تفعل نواهي الله، فإن فعلت ما نهاك ولم تفعل ما أمرك استعدت كأنك تقاتل الله وتحاربه. قال لك الله دير هذه ما دارهاش، قال لك هذه ما تديرهاش ودرتها، يعني لك تقاتل الله، لك تحارب الله. يا لطيف، ومنين تلقاك غادي تدير؟ يا رب لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتونا، يقول لهم سيدي ربي سبحانه عز وجل: ألم يأتيكم نذير؟ ما قال لكمش؟ ما حذركمش؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ما كانوش يسمعوا، ما كانوش يمشيو للجوامع، ما كانوش يتعلموا. إذن غادي نتكلموا إن شاء الله على شوية هذه الأوامر والنواهي، هذا الابتلاء الأول. الأوامر، بماذا أمرك الله تعالى؟ الأمر الأول الذي أمرك الله به الأول واسمه هو، قولوا لي أحبابي باش أمرك الله الحاجة الأولى باش واسمه هي، ها؟ هي أن تعبد الله ولا تشرك به، هي لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا تخاف إلا من الله، لا تتوكل إلا على الله، لا ترجو إلا الله. فالله هو الرازق وهو الخالق وهو الآمر وهو الناهي سبحانه عز وجل. إيوا، احنا منين تشوف واحد العدد نتاع الناس يعتمدون في رزقهم على غير الله تعالى، يقول لك لو كان ما ساركوزي لو كان ما كذا، لو كان ما كذا، لو كان ما كذا، هو يعلم ان رزقه في السماء وانك لن تموت حتى تستكمل رزقك. والله واحد ما يقول لك شدي، اطمئن اطمئن، فرزقك الذي كتبه الله لك لن يستطيع احد ان ياخذه، وأجلك الذي كتبه الله له والله لن تزيد عن ذلك لحظة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. باش تخاف؟ الرزق من الله والأجل من الله. تخاف البشر وتخلي رب البشر، ها؟ وتقدر الحيلات فتأكل أموال الناس بالباطل وتقوله كون ذيب رحم يأكلك ذيوبا. إيوا، بغيت ربي يحشرك ذيب؟ أردت أن يحشرك الله تعالى ذيبا؟ مصيبة، هذه مصيبة. هذو الناس مثلا اللي ما عندوش اليقين في الله، اللي بغات تتزوج تمشي عند السحار، واللي بغات تمشي دير تمشي عند الجزان وروح عند كذا، فإذا بهؤلاء عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، حينما يقل يقينهم في الله يلتجئون إلى هؤلاء، يأكلون أموالهم ويكذبون عليهم. من أتى ساحرا فصدقه بما يقول أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. أنت تمشي للدار وتصب الدار قداش وتصب فيها الصفيحة نتاع البغل، تقول له هذه، يقول لك راه ترفد عليا البلا، عباد الله واش الصفيحة ترفد البلا؟ تمشي عند المرأة تصيبها دايرة الحجاب، وهذا الحجاب اللي عندك تقول لك ان شاء الله تبارك وتعالى باش ما نعرف باش ترفد عليا العينين، العين ولا واش هذا الكاغ ترفد عليك العين؟ العين وكل شيء أراه الله سبحانه عز وجل هو الذي يحميك ويحفظك من كل شيء، فقوي إيمانك بالله وليكن صدقك مع الله تعالى. الحاجة الثانية اللي أمرك بها الله تعالى وما خصك تضيعها، وهي الصلاة لوقتها. سئل الحبيب، صلوا على الحبيب، أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالصلاة لوقتها هي أعظم الأعمال عند الله،
وأثقلها في ميزان العبد، بل هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إذا لقي ربه، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. ابن عمي بنادم اللي ما يصليش في الرغادي، ابنادم اللي شغلته أوروبا على الصلاة أين يذهب؟ يا ابن عمي يا ابن عمي فرق غادي، باش غادي تلقى الله تبارك وتعالى؟ كيف يموت الإنسان ولم يثني لله ظهرا ولم يترب لله وجها؟ أي أرض تقله وأي سماء تظله إذا كان عياذا بالله ممن ترك الصلاة؟ يقول تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أصحاب اليمين في الجنة يسألون أصحاب النار: علاش دخلتوا النار؟ ما هو السبب الذي من أجله دخلتم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. السبب الذي بسببه دخلوا النار أنهم لم يكونوا يصلون. يا ربي يا رب، ماشي عاد هذا راه يصلي ولكنه عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، يجمع الصلوات، يجمع الصلاة إلى الصلاة. احنا ما هدرناش على وليداتنا، مع كرام دايرين تصيب لمين تصلي ولبين يصلي، والولد والبنت، ابن عمي والولد والبنت، لماذا لم تأمرهما بالصلاة؟ ألا تعرف أن الله قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ ألم تعلم أن الرسول قال: مروا أبناءكم للصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر؟ من سبع سنين وانت تأمر ويشوفوك تصلي باش يتأثروا بك، ها؟ مباشرة كان هناك اللي يصلي ولكن يجمع، واللي يجمع كيقول فيه الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشيء. أضاعوها ماشي ما صلوهاش، أي أخروها عن وقتها، فجمعوا الظهر مع العصر وجمعوا المغرب مع العشاء. قالك أنا ما عنديش الوقت، صلي كما يسر الله لك، إن استطعت أن تصلي قائما فصلي قائمة، وإن لم تسمح لك الظروف فصلي قاعدة، وإن لم تسمح لك الظروف فصلي مضطجعة، وإن لم تسمح لك الظروف فصلي بإماءة عينيك بالرموش، وإن لم تستطع تحريك رموش عينيك فصلي باستحضار قلبك فقط. الصلاة هي الوحيدة التي لا يجوز للمسلم أن يتركها، صحيحا أو مريضا، مسافرا أو مقيما، مقاتلا أو مسالما، في كل الظروف، في كل الظروف لا يجوز له أن يتركها. ثم وجب عليك أن تصليها، ماشيش غير في الوقت، في المسجد. بالنسبة للرجال، لماذا يترك الناس الصلاة في المسجد؟ يقول الصلاة عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. كل من يسمع الأذان والنداء وجب عليه أن يستجيب، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله تعالى يقول لك: أقبل علي يا عبدي يا من تريد أن تحل علي ضيفا في بيتي، فإنك تحل ضيفا على المولى، وحق على المضيف أن يكرم ضيفه، وحق على المزور أن يكرم زائره. فكيف إذا كان المضيف هو ملك الملوك سبحانه؟ ما يضيعكش. ثم بعد ذلك المطلوب منك أن تحسن في كل يوم صلاتك، تبقى دائما تحسنها في الخشوع، كل نهار تكون أحسن من النهار الآخر، لأن الله تعالى قال رسول الله: لا يكتب للعبد من صلاة إلا ما عقل منها، لحظر فيها عقله، أما نس الله وغايب فلن يكتب له شيء. قال عليه الصلاة: يكتب الله للعبد من صلاته عشورها، ربعها، ثلثها، أي بقدر ما استحضر فيها فكره وقلبه، وقد لا يكتب له أي شيء إذا دخل الصلاة ولم يذكر الصلاة والرب الذي يقف بين يديه لحظة، لا يكتب له شيئا. هذه على الصلاة أمرنا بها الله تعالى. ثانية الأوامر، أنا كتكلم كل شيء أوامر المهمة. ثانية في الدار، في الدار، في البيت، في البيت، الزوج مع زوجته. يا أخي أعظم العبادات بعد الصلاة أن يحسن الزوج إلى زوجته، وأن تحسن الزوجة إلى زوجها. رأى البيوت تفتتت وتشتتت وتفككت، وأولادنا ضاعوا،
لأنهم يعيشون عياذا بالله في أسر غير مستقرة. لماذا؟ لأن الزوج والزوجة تأثروا بأفكار الغرب ولم يلتزموا في أسرتهم بمنهاج الله. قال الله، قال رسول الله، لم يلتزموا بأمر الله. أصبحنا الرجل والعياذ بالله من اللي يخرج مع الصباح لا يعود إلى البيت، يفرط في واجبه، لا يقوم بالنفقة على أولاده، لا يقوم بالسعي على أولاده، لا يراقب أولاده، ترك مهمته التي كلفه الله بها. قال رسول الله: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ليس هنالك إثم أعظم عند الله إذا ضيع الرجل أولاده وضيع زوجته وفرض عليها أن تخرج من البيت لتعمل. لا يا أخي، لا لا، إذا فرضت على زوجتك أن تخرج للعمل فأنت قد فرطت، أنت ضيعت، لأن النفقة واجبة عليك أنت، من يجب عليك أن تنفق على زوجتك لكي تتفرغ الزوجة في البيت لتربية الأبناء. أما إذا فرضت عليها أن تخرج من البيت لتعينك على النفقة فأنت المسؤول أمام الله عن تضييع أولادك، لأنك لم توفر لهم الحضن الذي يراقبهم ويحتضنهم ويرحمهم. وجب على الزوج أن يتحمل مسؤولية. قال رسول الله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أي خير الناس عند الله من كان يحسن لزوجته وأولاده. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف يا أخي، بالكلمة الطيبة. ثم الزوجة، الزوجة أيضا أمرها الله، ماشي شيء واحد، الله أمرها أن تطيع زوجها في طاعة الله وفي المعروف، لا تطيعه في معصية الله. إذا أمر الزوج زوجته بأمر فيه معصية لا تطيعه في المعصية، لا، ولكن تطيعه في طاعة الله، أي فيما أمر الله. الزوجة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا. هذه قاعدة يقولها شنا يا علاش؟ لأن الغرب يريد أن يقذف في قلب المرأة الطغيان فتطغى. علاش؟ باش يخرجوها من الدار، باش ذوك الوليدات يديوهم، باش يخليو الشقاق ما بين الزوج والزوجة، وكيقولهم انتم لستم أهلا لتربية الأبناء، وفرنسا ما عندهاش الولاد، شاخوا ما بقوش يولدوا. يريدون أن يأخذوا أبناء المسلمين، منين يمشي الوليد كان صيفطوا لا ماترنيتي كيبقاو يقولوا له: هاني ميرو ديالك، إلا ولباك ضربك ولا أمك دارت لك شي حاجة راه هضر معانا، ويبقوا يمسحوا له على راسه حتى يستشعر الحنان الذي لم يجده في أسرته، فينمو ويترعرع بمحبتهم وببغض العائلة. هم يعرفون كيف يتصرفون لكي يسرقوا منا أبناءنا، إنهم أذكياء، إنهم يعرفون ماذا يصنعون، إنهم لا يفعلون شيئا إلا عن تخطيط وعن دراسة وعن فكر، ولكن إحنا ما فهمينش. ولذلك كان صيبوا المرأة كيقول في النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. يا أخي، كل مؤسسة عندها مسؤول، حتى المؤسسة التي تربي الدجاج عندها مسؤول، فكيف بالمؤسسة التي تربي الرجال؟ خص يكون مسؤول، خص يكون الرجل. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تدخل إلى بيتها رجلا أو امرأة إلا بإذنه، ولا تتصدق بماله إلا بإذنه، ولا تصم صيام النافلة إلا حتى الصيام. يا أخي، الله تنازل عن حقه، حتى الصيام إذا كان صيام نافلة، ما كان صيام رمضان، لا تصوم حتى تستأذنه، فلربما صامت فضيعت حق زوجها. وحق الزوج واجب، وحق الله في هذا نافلة، فيقدم الواجب على النافلة. شو سيد ربك يبغي يحفظ الأسرة، يحفظ التماسك انت على الأسرة، يحفظ هذا التماسك. إذا فلا بد ذرك المرأة، الله يرحم لك الوالدين، احنا عندنا من رحنا نشوفه في الخارج، خارجة وما تعرف لا حقه، والراجل خارج، يا ربي يا ربي يا ربي، رأينا العجب. أنا عرفت في وجدة، أنا في وجدة الدوهم من تمام متحجبات والله. فلما جاءوا إلى هنا أغرتهم الحياة المادية، فخرجت المرأة المحجبة وأعجبتها مظاهر الحياة الخداعة، وأعطوها من الإغراءات ما جعلوها تبغض زوجها، وشكت به وقالت لهم: هذا رأي إرهابي،
وداوها وهربوها لستراسبورغ واعطوها الفلوس وداو الولاد وخلاه هو كالمذبوح يجري يمنة وشمالا. مش غير واحد ماشي غير زوج، ماشي غير واحد ماشي غير زوج. هنا يا الراجل خلى المرأة تعود تخرج هنا باش مشي تخدم، تمشي تخدم عند اليهودي، عند اليهودي يا صاحبي. تكبرت تولت عندها 55 عام مشات تخدم عند اليهودي عند الرجال، وشوية شوية وشوية شوية حتى قالت لزوجها اشرب من الماء نتاع البحر انا ما عندي، وراء القضية نتاعهم في المحاكم. يا الله، عاشت 40 عام مع مرته وخلى الرجال وهكذا تدير له. هذا هو الاخر، شو لهدي الله كيف يشتتون الاسر. هذا واجب ثاني بعد الصلاة، علاقتك مع زوجتك باش تربي الوليدات اللي غادي يحملوا الاسلام من وراك، لان الا ما كانتش الاسرة متماسكة ما يترباوش الوليدات، غادي يتشتوا، غادي تديهم فرنسا، تديهم المحاضن، غادي يتاثروا بذيك الفكر، يتاثروا بذيك اللغه، ما قراوا عربيه، ما سمعوا عربيه، فقد قطعتم صلتهم بكتاب الله لما انتم مسلمين وعرب وما عمرو تكلمتوا مع اولادكم بالعربيه في الدار، خرجتهم حتى اللسان مشى لهم، كيف انا نعول بعد ذلك على ان يكون هؤلاء متدينين وكذا. ثالثا، الاوامر اللي امرنا الله تعالى بها بعد ذلك الوالدين يا خويا، انا نقول لكم غير كبار، الوالدين كيفاش جيت انا للخارج وتنسى والديك؟ طاعة الله من طاعة الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. ربي يقول لك فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فرنسا هنايا في 2007 7000 اللي ماتوا بشدة الحرارة لأن المرأة العجوز والشيخ الكبير لم يجد الولد بقربه ليعطيه قطرة ماء ليروي ظمأه حينما اشتدت الحرارة. هكذا رحنا ولينا حتى احنا رحنا شفنا بين كاين اللي كاين راه يموت باين كبير يموت في الدار ويتبلع عليه الشهر حتى تخرج الريحه نتاعو، وعنده ولاده، عنده ولاده في الخارج ما يدور عليه حتى واحد، سمحت الناس والوالدين ديالها مشكله. كيقول الوالد ديالو والوالده ولا كتقول له زوجته اما انا اما امك، اما انا اما امك. سبحان الله، اين الرحمه؟ هذيك ما الا تبغيني انا تبغيها حتى ما، شكون جابني انا؟ ما جابتنيش ما، كيفاش تبغيني غير بوحدي وما تبغيش اللي جابتني؟ هذه مصيبة، ما تبغيش با، هذه مصيبة. ها، إذا الوالدين اللي يبغى الله تبارك وتعالى يربح الوالدين. ثم بعد ذلك، بعد الوالدين الرحم، الرحم الرحم الرحم. قالنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، متقاطع مع أخوه، مع ولد عمه، مع خاله، ما يضرب له تليفون، ما يمشي عنده، يفوت العيد الصغير، يفوت العيد الكبير. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يا الله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام عندك، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام. وكيقول لنا الله يحفظه ويستر، يرفع الله أعمال الموحدين كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل موحد إلا لأخوين متباغضين متدابرين متشاحنين، يقول للملائكة ردوا عليهما أعمالهما حتى يصالحا، ما يقبل منهم لا صلاة ولا ولو. قال رسول الله في الحديث الصحيح 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، ما يقبلش منهم لا صلاة. رجل أما قوم وهم له كاره، بحال التونسي اللي راكم تقولوا لا يقبل الله منه الصلاة لأنهم يكرهونه وهو يؤمهم وهم كارهون. رجل أما قوم وهم له كارهون، وزوجة باتت وزوجها عليها ساقط لا ترفع صلاتها، وأخوان باتا متصارمين متدابرين متقاطعين لا يرفع ولا يقبل الله صلاتهما. الله، هل الأوامر يكتفي لكم غير هذه؟ غير الصلاة عدل غير هذه؟ غير الصلاة مع ربي والزوج مع زوجته، كل واحد يدير اللي قال له ربي من حق عليه تجاه شريكه، هذه والوالدين والرحم، هذو 4 غير هذو 4. ها، نمشيو الابتلاء والامتحان التكليفي نتاع لا تفعل لا تفعل. يا اخي يا ارحم والديك، قال لك سيدي ربي، قال لك سيدي ربي سبحانه عز وجل ما تاكلش الربا، اللي ياكل الربا ولا انتيرنس كأنه يبارز الله بالعصيان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله.
درهم ربا قال رسول الله أشد عند الله من 36 زنية أقلها أن يزني الرجل بأمه في صحن الكعبة. درهم، درهم من الربا، درهم من الربا يا أخي. لقد رأى رسول الله أقواما يسبحون في واد من دماء وقيح، وكلما حاولوا أن يخرجوا لقمتهم الملائكة بالحجارة فعادوا إلى وسطها. قال من هؤلاء؟ قال أكلة الربا، أكلة الربا، لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم، أي كل من له صلة بالربا وكل من له علاقة بالربا بعدت أو قربت يستحق لعنة الله والطرد من رحمة الله. فين غادي يا ابن عمي؟ فين غادي ابن عدم؟ الربا، من غير ربا. الله تعالى نهانا ونهى النساء عن التبرج عن العري، والرجال نهاهم الله عن على أن ينظروا إلى تبرج بناتهم ونسائهم وهم راضون. قال رسول الله ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يزكيهم الله: عاق الوالدين ومدمن الخمر والديوث. قالوا وما الديوث؟ قال الذي يقر الخبث في أهله، ينظر إلى زوجته تخرج متى تشاء وتعود متى تشاء، وينظر إلى ابنته تلبس اللباس العاري أو شبه العاري وهو يرضى، وتأتيه البنت عياذا بالله مع صديقها وتقول له هذا هو، هذا هو منكوبا ولا اللي راح عندكم، اللي راكم عندكم انتم، هالشي اللي راح عندكم اللي ولا عادي، هالشي اللي راه كاين. يا رب يا رب يا رب يا رب، هو ما عنده ما يدير مسكين، ولكن فرط في الصور، فرطنا يعني في الصور، فرطنا هذا المشاكل اللي راه عندنا احنا الان. وجاب عمي العائله ديالي من يمنين نبقى نشوف فيها ونشوف الحاله نتاعنا، زعما والله نطلب الله تبارك وتعالى يجيب شي رحمه، لا يترب حال الخبزه كاع اللي يخسر فيها بنادم ولاده ويخسر فيها دنيته واخرته. والله والله مصيبه، مصيبه والله الاخره، الناس ما بقات قاعده تذكرها كاع، والله تجلس معاهم الليله كامله والله ما تسمع كلمه الله. ولاد المسلمين اقسم بالله لا تقصر معاهم ليله كامله، يوم تحاول تجرهم لله ورسول الله وشي كلمه هكذا يتذكروا والله تفوت الليله كامله يا سميت الله ما نسمعها. ما اسمها هادشي؟ واسمها الغريبه ها؟ الديوث. الله تعالى نهانا عن ذلك، الله تعالى نهانا عياذا بالله عن امور كثيره، عن الغش، نهانا عن الغيبه. الغيبه هي تبقى تتكلم في الناس وتاكل لحمهم وهم غائبون. قال بس الغيب وذكرك اخاك بما يكره في غيبته، وخاصه النساء يا اخويا، عاملين يجتمعوا فلانه دارت فلانه دارت فلانه دارت فلانه فعلت فلانه كذا. قالوا يا رسول الله ارايت ان كان ما قلناه فيه، ذاك الشيء اللي راح تكلموا فيه راه بصح فيه. قال ان كان الذي قلتم فيه فهي غيبه، كانك تاكلين لحمها، ولا ما كانش فيه راك بهته. والبهتان والعياذ بالله هو الاثم الكبير. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا الله يا الله، فقد احتمل بهتانا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. البهتان ها، هذه الغيبه، النميمه. فالامور التي نهانا الله عنها كثيره، ولكن هذه المسائل الكبيره. اذا فالله ابتلانا بشيئين، ابتلانا بالامر التكليفي، تبعي ما الامر التكليفي فيه، افعل، قلت لكم عن الصلاه، قلت لكم على العلاقة نتاع الزوج مع زوجته، قلت لكم على الوالدين، وقلت لكم على الحباب الرحم، وقلت لكم عاودك لا تفعل، ما تبرجيش، ها، ما تعصاش الوالد نتاعك، قال لك ربي ما تعصاش الوالد، ما تاكلش الربا، ما تاكلش الرشوة، ما تهدرش في الناس، ما تنقلش الكلام من هذا لهذا باش تفرق بيناتهم، هذه كلها نهى الله عنها. أما الابتلاء الثاني فهو الابتلاء القدري، ماشي تكليفي ولكن قدري من عند صدر ربي سبحانه. وهذا الابتلاء يا الله، صلى الله العفو والعافية، صدر ربي ينزل عليك البلاء من السماء، ينزل عليك البلاء في صحتك، يعطيك المرض،
ينزل عليك البلاف ولادك يعطيهم المرض ولا يموت لك ولد ولا تموت لك المراه ولا يعطيك البلا يطلقك راجلك ولا 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 المراه يبلي الله تعالى رجل بواحد المراه ما نعرف كي دايره راك عارف كلها وكيفاش هذا البلا يبليك الله تبارك وتعالى في المال تاعك تخسر واحد النار كاع الفليسات اللي عندك وتنحرق لك اللوطو وتدير لك صيده وتهرس لك الرجل وتعلق شهرين الرجل في السبيطار هذه ابتلاءات هذا يسموه الابتلاء القدري ماشي التكليفي هذا ماشي تكليفي يقول لك ربي يدير ما تديرش لا هذا ابتلاء ربي كيصبوه على العباد علاش تعرفوا علاش ما تعرفش لماذا يبتلي الله تعالى العباد بهذا النوع من الابتلاء فاش علاش اولا باش يخرج المعدن ديالهم يشوف واش يصبروا ولا ما يصبروش كما قلنا قبيلات كان اللي غيت تبلا يبقى يقول ربي انا واش درت انا كنت مليح وكنت نصلي يا ربي وانا واش درت يبقى يتحاسب مع ربي بقى مع سيد ربي يتحاسب ياك يا ربي انا ما درت والو شوف الفلان واش دار والاخرين الغوال والعفار تيديروا اللي كانوا ما يصلهم والو شوف انا شوف ما تديش الناس هكذا مع ربي انت عبد انت ربي يدير فيك اللي يبغي انت تطلب الله العفو والعافيه ولكن الله تبارك وتعالى سبحانه يبتليك تعرف علاش اولا ليكفر عنك الذنوب الى صبرت كاين شي ذنوب لا يكفرها الله لا بالصلاه ولا بالصيام ولا ببر الوالدين ان من الذنوب من لا تكفرها صلاه ولا صيام ولكن يكفره البلاء يصبه الله صبا على عبده ربي منين يبغي واحد العبد يعطيه البلاء باش يغفر له باش يطهره بحال اللي راه يصبنه بحال تمسخت هاد الجلابه ودتها في الماشينه باش تصبن صبنها فالله تعالى ينظف ارواحنا ويطهر قلوبنا ويغسل ذنوبنا بالبلايا يبتلينا الله بها هذه الاولى هذه الاولى الثانيه ولا ما عندنا ذنوب وبقات تنزل علينا البلاء فالله تعالى يبتلي المؤمنين اللي يحبهم ان الله يبتلي العبد على قدر محبته له كل ما حبك الله يبليك علاش باش تبقى تقول يا الله يا الله ربي يحب ذاك العبد منين يولينه يبتليه هو الكافر داير بحال الابره ما يطيحش عليه البلاء يبغي ربي يجمع له كل شيء المعاصي ويلقاه بهم باش يدخلوا النار المؤمن الله اللي عزيز على الله يبقى كل نهار يعطيه بلا ليكفر ذنوبه لكي يرحل الى ربه كالورقه النقيه البيضاء لا اثم فيها ولا اثم عليها حتى يدخل الى الجنه بغير حساب المؤمن هكذا الله تبارك وتعالى يبقى يصب عليه البلا واحد الروايه كيقول مؤمن وكافر ذهبا مبكرا في الصباح الى البحر باش يصيدوا الله هذاك الكافر يصيد ويعمر السله ويمشي يبيع ذاك المؤمن والو النهار كامل ما صيد حتى وحده منين غربت الشمس صيد وحده طلعت حتى جات طلعه ولات البحر ربي 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 حوته وحده الملائكه فرجت بين يدي اللي قالت يا ربي هذا الكافر يكفر بك وترزقه الرزق الوفير وعبدك المؤمن الذي يحبك أعطيته سمك بعد غروب الشمس فلما ظن أنه تمكن منها عادت إلى البحر يا ربي يا ربي مسكين يا ربي مسكين قال له سيدي ربي روح نوري لكم المقام تاع الكافر اللي عطت له الدنيا كي داير في النار فرأى ما أعد الله للكافر في النار من وبال ونكال وخزي وعار قال له يا ربي يا ربي لو كنت تعطي له كاع الدنيا غي واحد التغميسة في النار تكفيه تعرفوا الكافر من يقال الله كيقول الملائكة تاع النار يا عبي يا ملائكتي العبد نتاعي قبل ما نهدر معاه غمسوا غير غمسة واحدة في النهار في النار وكان كالي شارب متمتع عنده 100 بافيو ومشى ما نعرفتو عنده تياير وعنده طمع متمتع فيغمس غمسة واحدة في النار فيخرج محترقا فيقول له الله أرأيت من نعيم في الدنيا قط قال وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط كانت غمسة واحدة في النار أنسته كل النعم التي رأها في الدنيا آه. والمؤمن اللي فات مكفس مريض وما عندوش وصابر ومتعفف ويقول يا ربي يا ربي وقلبه معلق بالله
حينما يموت يقول الله لملائكة الرحمة: قبل أن أخاطب عبدي أغمسه غمسة واحدة في الجنة، فيغمس فيخرج وجهه كأن الشمس تجري في وجهه. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عين يشرب بها المقربون. فيقول الله له: يا عبدي، هل رأيت من بأساء في الدنيا قط؟ قال: ربي وعزتك وجلالك، ما رأيت في الدنيا من بأساء قط. فكانت غمسة واحدة في الجنة كافية لكي تنسيه كل البلايا التي رآها في الدنيا وعاشها. الله الله، حينما يبتليك راه يبغيك. الى برك ربي واحد الراجل ماشي مزيان وتفكيتي معاه، ربي راه يبغيك. ولا بلاك ربي انت المراه، الراجل ماشي امراه عاودك ياك وجاب الله شي، راه الله تعالى يبغيك. ولا الله تعالى بلاك بشويه تاع الفقر، راه ربي يبغيك باش تقول يا رب اسمع: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين يصبرون. بشرهم بشرهم، انا راني نشوف ماشي يصبر ولا ما يصبروش، انا راني نشوف واش يجزعوا ولا ما يجزعوش. انا اللي عطيت القدر ديالي والقضاء نزلته على العبد ديالي، الى صبر يؤجر وقدري نافذ، ولا ما صبرش وجزع يؤزر وقدري نافع. يدي يدي الوزر ويدي الذنوب والقدر نتاعي نافذ. انا القدر نتاعي نازل نازل، واللي مرضى بقضايا يرحل ما بين رضي وسمايا. انت عبدي والملك ملكي، وراني ندير في اللي بغيت في العبد العباد نتاعي باش نشوف شكون اللي يرضى بيا ويرضي بالشي اللي عطيته، وشكون هذاك اللي يجزع وما يرضاش ويتسخط يخرج من رضي وسمايا. اذا هو يعطيك الله باش يكفر عليك الذنوب ولانه يحبك، وثالثا باش يرفع الدرجات نتاعك، يعلي الدرجه. كاين شي وحدين يدخلوا الجنه ولكن ليست لهم درجات تبلغهم منزله رسول الله، فالله يريد ان يكون مقامهم في الجنه مع رسول الله، فيصب عليهم البلاء صبا صبا، وكلما ينزل عليهم بلاء يرفعهم درجات، بلاء درجات، بلاء درجات، فلا يموتون حتى يبلغهم بالبلاء درجه رسول الله ويعيشوا مع النبي في الجنه. الله الله الله. ولذلك انا كنقول للمراه اللي يموت لها وليداتها او اللي تربي وليداتها بلا رجل، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا غادي نمشي للجنه، واحد المراه كتفاغ معك تفي غادي تدخل معايا للجنه، وان كادت لا تسبقني، قريب تسبقني، ما تحاسبت ما تعاقبت، غادي مع رسول الله للجنه. قالوا لي: شكون يا رسول؟ واش فاطمه بنتك؟ واش خديجه مرتك؟ شكون؟ قال لهم: امراه مات عنها زوجها ولا طلقها ولا، وخلى لها وليدات صغار وخلاها صغيره، وجاوها الخطاب فرفضت ان تتزوج وان تعيد الزواج لتحضن ابنائها وتربيهم حتى تزوجهم وتدير لهم الديار. هذه تدخل الجنة مع رسول الله. الله اللي تصبر. كان عارف أنا وش حال تاع النساء في البلاد، من مات أزواجهن وهن صغيرات مرغوب فيهن فرفضن الزواج خشية أن يشرد الأولاد، وصهرن على تربيتهم واحتضانهم حتى كبروا، خرجت منهم المهندسين وخرجت وزوجت البنات، والان عايشه بحال الملكه في وسطهم. هذا يديها من هنا وهذا، ولابسه غير البيض ويسلموا على الراس. عاشت ملكه في الدنيا قبل بالاخره، وفي الاخره ستدخل مع رسول الله الجنه. الله 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 الله. مصائب هالدنيا هذه هكذا. واحد المراه يقولوا لها ام سليم الصحابيه الجليليه الجليله، هي امين سيدنا انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندهم واحد الوليد مريض، فخرج ابو طلحه زوجها فذاك النهار مشى، فمات الولد في غيابه، خرج الولد مات، اش دار؟ غسلته ونظفته وكفناته
ودارته في البلاص نتاعو بحال راه ناعس. فلما عاد في المساء ابو طلحه سالها قال ما حال الولد كيف حال الولد؟ قال على احسن حال. فتجملت له وهيأت له طعاما فاصاب منها ما يصيب الرجل من امراته. وحتى جا خارج يصلي الصباح قالت له غادي تصلي مع رسول الله الصباح يا ابا طلحه؟ قالت له قال لها نعم. قالت له يا ابا طلحه بغيت نسقسيك واحد السؤال قبل ما تمشي تصلي. قال لها قالت له جيراننا استودعوا عندنا وديعه اعارونا عاريه اعطونا امانه ثم رجعوا بعد ذلك يطلبون ان نرد لهم وديعتهم. نردوها ولا ما ردوهاش؟ قال ردي اليهم عاريتهم ديالهم. مالكي انت عاد تسقسيني على هذا الشيء؟ ردي اليهم عاريتهم ماشي انت انا. قالت احسن الله عزاءك فان الله قد اخذ عاريته. العارية التي أعارنا والأمانة التي ترك عندنا ولدنا ولدنا أو أمانة ربي ردها. قال لها أتقولين هذا بعد أن لوثت نفسي؟ ما قلت ليش البارح في الليل حتى كليت وحتى كذا وحتى كذا؟ لا أشكو أنك إلى رسول الله. زعما بحال هو شافها إلا زعما زعما نقولوا بحال اللي خدعته. علاش ما قلتي ليش من الأول؟ علاش خليتي حتى كليت وحتى شرب وحتى وحتى؟ الله. فلما صلى وراء رسول الله أخبره بفعل ما فعلت أي الرميساء رضي الله عن أم سليم. فرفع النبي يديه إلى السماء فقال بارك الله لكما في ليلتكما، يعني كرمها وقال له هذاك هو العمل ديال الصالحات. وسعدتك اللي كرمك الله بهالمرة الصابرة واللي ثبتاتك صابرة وصبراتك. يا الله اعترم ربي عشرة تاع الاولاد كلشي حامل القران ببركه دعاء النبي ولانهم صبروا. يا خويا الصبر مزيان، تصبر شويه على الفقر، تصبر شويه راه ربي يرفع لك الدرجات. نروي لكم هالقصه التاليه ان شاء الله على الصابرات المحتسبات. يا الله واحد المراه كانت ماشطه بنت فرعون، كانت تمشط الشعر تاع بنت فرعون. فجاءت ذات مرة بالمشط تريد أن تمشط شعر البنت فسقطت المشط في الأرض. فأرادت أن تأخذ المشط من الأرض فقالت بسم الله. الله بسم الله يا أنت. قتل هذه فرعون، ألا تؤمنين بفرعون ربا لك؟ ليه انت باش راك تامني بفرعون هو ربكم؟ زعما قال لكم انا ربكم الاعلى؟ كاين شي واحد في المملكه نتاع فرعون اللي يعبد واحد الرب غير فرعون؟ قالت له الله ربي ورب فرعون ورب العالمين. مش تخربقي انت يا مسكينه، تفضحت دارها ربي تفضحت، كانت دس يعني الاسلام نتاعها ولكن تفضحت. واش غادي يقول ربي بغى يكرمها؟ يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. قالت له واش راكي تقولي؟ ماذا تقولين؟ لو كان يسمعك برا يدير لك. قالت ربي وربك ورب ابيك ورب الخلق كلهم. الله ما كان لا فرعون ولا ولا ولا, ولا يحزن، ما كان لا كوزي ولا اوباما ولا والو، كان الله صافي، ما كان الذي ولا ذيك. فاخذت مقيده اليدين الى فرعون ليحكم عليها. فجيء ببقرة من نحاس، تعرفوا اسمه البقرة نتاع النحاس؟ اسمه البقرة؟ اسمه البقرة؟ بقرة. لا البقرة نتاع النحاس، قدرة قدرة. قدرة ذيك ديال النحاس الكبيرة اسمها البقرة. قدرة، بقرة من نحاس. واسمو داروا فيها؟ الزيت، وشعلوا تحتها النيران. حتى بقات الزيت فيها 2000 ديجري. تذوب الحديد. ديرها. فقيل لها: ألك رب غير فرعون؟ قالت ربي الله ربي وربكم ورب الخلق أجمعين. الله يا رب يا رب، منين جبتي هلا؟ فين كنت العفريتة؟ منين جبتي هالشي؟ كنت دسة؟ روحي لنا. فأرادوا أن واش يديروا لها؟ أن يعذبوها وعذابا نفسيا. دستات تاع الوليدات 12 10 8 6 4 والتالي عاد يرضى.
فجيء بالولد الأكبر. إن لم ترجعي عن دينك وتكفري بهذا الإله نتاعك وتأمني بفرعون وإلا سنلقي ولدك في هذه البقرة من نهاز. قالت لهم ربي وربكم الله فعلوا ما شئتم. فألقي الولد في بقرة النحاس وقبل أن يصل إلى الزيت المغلى ذاب شحمه وصعد العظم. قل متى ولما نشوف. ايه يا سيدي ايه يا سيدي وش عدت الناس على هذا الدين اللي احنا يا صبناه باطل وبقينا نبيعوا ديننا بفرنك راه فرنك. حسبنا بلي هذه الدنيا راه دايمه. ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده. صافي ساب له المال غادي يخلده يا ودي. قال اذا ارجعي عن دينك ولا نديروا الثاني. قالت لهم ربي وربكم الله. فالقي الثاني والقي الثالث والقي الرابع والقي الخامس. فلما بقي السادس وكان في صدرها يمص الحليب من ثديها قالوا لها الان بغاو يقلعوه. ارجعي عن دينك والا القينا الغلام الصبي. فترددت خافت على الوليد الصغير. ترددت الولد الصغير خافت يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي خافت. فلما تردد صدرها ترك الغلام الصبي ثدي الأم وبقيت نقطة من الحليب أصابته في جبهته فأنطقه الله فقال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق. أنطق الله الصبي. هذا جملة الصبيان اللي انطقهم الله صغار بحال سيدنا عيسى عليه السلام بحال هذا الصبي نتاع مرشطة فرعون بحال الصبي نتاع الأخدود راهم معروفين بحال الغلام تاع جريج هذو ربعة نطقوا كلهم في المهد. فألقي الصبي في هذه القدر بقت هي يرميها في القدر. قال لها فرعون جاء الدور عليك ولكن تخدمتنا بزاف وعندك واحد الحق علينا. قبل ما نرميوك في هذه القدرة إلا عندك شي وصية توصي وصي نديروها مو. فقالت إذا ألقيتموني في هذا القدر فاجمعوا عظامي وعظام أولادي جميعا فادفنوها كلها في قبر واحد. قبرة واحدة كل شيء. فألقيت فجمع عظامها وعظام أبنائها فدفنت. فرآها رسول الله في الإسراء روضة غناء تفوح منها رائح أطيب من رائحة المسك. فقال يا جبريل من هذه الروضة ولمن وما هذه الرائحة التي الفواحة التي تفوح من هذه الروضة؟ قال هي ماشطة فرعون وأبناؤها. صبر يا أخويا فيني وصل صبر صبر يا سيدي صبر يخص لساني صبر. فنسأل الله تعالى سبحانه أن يوفقنا لما فيه الخير. الله يجعل كما جمعنا نربي يجمعنا قدام حبيبنا رسول الله وصلى الله على حبيبنا محمد. إلا كان شي حاجة ولا سبحان الله شي واحد عنده شي حاجة ولا شي مشكل ولا شي حاجة يعني مدلسة وإلا نختموا إن شاء الله ونمشي إن شاء الله وإن شاء الله. بسم الله الحمد لله يا رب. الله يكرمك سبح الله يسبح. ابن عم رسول الله هل لقاتل النفس عمدا بغير حق من توبة؟ قال نعم. فقرأ علي قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب من الشرك والقتل والزنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تا
تبعين تعجبوا. قالوا سبحان الله يا ابن عم رسول الله، يأتيك رجلان فيسألانك نفس السؤال، فتجيب الأول بأنه لا توبة للقاتل، وتجيب الثاني أن للقاتل عمدا توبة. شش ما فهمناش. قال لهم ولذلك قال رسول الله لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. خس الفقه باش يغير العلم، خس الفقه. قال له أما الأول لما سألني هل لقاتل النفس عمدا بغير حق من توبة، فقلت لا، رأيت الشرر يتطاير من عيني فهو لا زال لم يقتل، فلو أفتيته بأن للقاتل توبة لشجعته على القتل، فأنا أفتيته لكي لا يقدم على القتل. شو العلم؟ باب الحكمة. الفقه. وأما الثاني فجاء منكسرا أي قد قتل، فلو أنني أغلقت الباب في وجهه لا يئس ولا كفر، ففتحت له بالفتوى باب الأمل لكي يعود إلى الله، فلا يأس أبدا مع رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما يأس، نفتح له الباب. الباب مفتوح. جزاك الله خيرا. لا إله إلا الله. سؤال أمال ها؟ نقاش. نعم. ها؟ استغفر الله يا رب. استغفر الله. المهم واسمه هو اللي لقانا ربي اليوم. المهم واسمه هو تهلا في بعضكم بعض، غير تهلا في بعضكم بعض ربي يتهلا. قال السيد عبد الله بعد نصائح. دعم النصائح لمن؟ نصائح بالنسبه للجاريه هنايا، بالنسبه للاثناب، بالنسبه للبيوت، معاشره زوجيه، بالنسبه لتربيه اولاد. نصائح لا، ولكن انا شي عام يسمى، الا كان شي حاجه محدده ولا بحال شي ناقشوها ان شاء الله. كان شي حاجه محدده أما الخمار اللي راه وقعنا في فرنسا النقاب، وهذا ما يديوهاش فيه الناس، ما كاع ما يلتفتوش ليه. يطيعون الله ولا يلتفتون. المرأة خصها تدير الحجاب اللي أمر الله تعالى، النقاب فيه خلاف ماشي شيء واجب، صافي كاع ما يلتفتوش له. المهم شغل نفسك بالله وبعبادة الله وطاعة الله، وتصوموا مع رزقانكم، واجتمعوا مع رزقانكم، وتهلاو في وليداتكم، وربيهم التربية الإسلامية، ها، وروحوا زيدوا لقدام. كاع هذو العديان راهم غيدير لكم هذه المشاكل لكي يشغلونكم عن هدافكم. لا ماشي كاع ما ماشي فتوهم والسالفة الفتنة وصافي. وهاد الفتنة هذو راهم يغن هذو اللي يسموه قريب. نعم هذا اللي يعني هبوا يدخلوا الاسلام. نعم على حقاش كيتلاقاو مع ذوك السلفيين، وهذوك السلفيين شويه متشددين، ويدعونهم والعياذ بالله هذه الامور التي فيها خلاف، ويتشدوا حتى هما خاطر ما تلقاوش مع الناس اللي يعني اللي هكذا يعني كما نقولوا وسطيين. و ها لحقاش النهار اللي داروا نهار خرج الفناره هذاك الفناره بلا كلشي اللي ما هذوك اللي يسلموا داروا ديك الفناره من تمايا فنان منا. الله تعالى منين يبغي لهذا الاسلام ينتشر يقيد له الله الكافر باش الناس تنتبه للاسلام. كان حتى واحد ما داها في الاسلام، فلما ارادوا عياذا بالله ان يحاربوا الاسلام، فاذا بابناء الغرب ينتبهون الى ان شيئا اسمه الاسلام يحارب، فبحثوا عن الاسلام في الكتب وذهبوا إلى المساجد، فإذا بأبناء الغرب يدخلون إلى الإسلام أفواج في كل جمعة. كل جمعة هم يقومون بالدعوة، أيوة كل شيء بالدعوة الحمد لله. هم منين غادي يدخلوا الإسلام ويفهموه؟ هم عندهم اللسان الفرنسي، سيعرفون كيف يبلغون الإسلام وسط هذه البلاد. يقول لك سيد ربي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. نهار الجمعة درت الخطبة في أرجنتين في دارسو، إيوا وسلم واحد يقول له فريدريك. المهم قلت له يعني علاش سلمت؟ قال لك إنما أسلمت عن طريق المطالعة. قلت لهم سبحان الله، لو كان شاف الخلافات نتاعنا حتى واحد ما يدخل الإسلام، ولكن الحمد لله اللي يقيض ساركوزي باش يضرب النقاب باش يولي ذاك الفرنساوي يقول واسمه هو النقاب، منين جاء
جاب واحد الدين يقولوا له الاسلام. الاسلام واش ميه الكتب نتاعو؟ القران والسنه، ولا قرا القران ولا السنه. جا الجمعه قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ربي قيد ساركوزي كاع، ساركوزي هو ربي داروا باش يزيد صدر الاسلام. ما ديوهاش في هذا الشيء. انا قلت لكم صلحوا روحكم مع بعضكم بعض في البيوت وتهلاو في ولادتكم. انا قلت لكم اللي يبغى ربي يرحمه في الدنيا والاخره يتهلا في بعضه بعض، الزوج مع زوجته، الزوجين مع 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 الاولاد، مع الاحباب، مع الجيران، مع الوالدين. ها فين كيلوا الناس؟ ها فين كيلوا؟ ولا شافكم الناس مزيان مع بعضكم بعض كل شيء في راسه تدخل الاسلام بلا ما تقول لها تدخل الاسلام. غير يكون الجار نتاعك فرنسا وفيارة العائله مجتمعه يبقى يبكي يقول لك يا عباد الله حنا 51% نتاع الولادات لا يعرفون لا ابا ولا ام. في لاكورس في لاكورس 90% ما عارفين لا با لا ما يد. الاسر مشتته، الاسر مشتته، تبكي تبكي الدموع. منين يجيو عندنا ويشوفونا مجتمعين هذا عمي هذا خالي هذا ولد عمي يقول لك سبحانك يا جل انتم راكم في الجنه. حنا ملي يزيد الواحد كيوصل 18 يقول فولكو دبر على راسك، والبنت فولكو دبر على راسك. وحتى حنا مشينا هكذاك يكبر اللي يكبر ويجي يدي لها انترنت. انا البنت عندها 21 يقول لها دخلي لي دخلي لي عاونيني في الكرا. كي دير تعاونك في الكرا فين تمشي؟ الى ما تدفعوها؟ الى اي عمل تدفعه بنتك؟ الى اي عمل تدفعه ولدك؟ حتى يبقى يطلب برا يقول له الله يخليك الله يخليك سلفني سلفني انا براه فرض عليا باش نعطي 70 اورو في الشهر والله ما عنديش غير عاوني عاوني ان شاء الله غادي الشهر الجاي ان شاء الله ريكيبيريك. شحال الغريبه حتى انا ولات عندنا العقليه، حتى احنا حتى احنا ولات عندنا العقليه ماديه. ما بقاتش حنا عندنا في الاسلام ان ولدك راه معاك حتى راك تنفق عليه ما دام لم يجد ما ينفق به فينبغي ان تنفق عليه وجوبا لانه من اولي القربى من ولدك. ولدك هكذا التعامل حتى حتى توصلوا لشاطئ النجاة. احنا ولينا الان فينا الانانيه بزاف. هذه الثقافه الغربيه تشيع ثقافه الانانيه. يقول غير نفسي نفسي، والمراه تقول نفسي، والراجل يقول نفسي. روح يا الموده روح يا السكينه روح. هالشي ما يمكنش، هالشي ما صالحش. غادي نخرجوا كاع على اولادنا وكاع على احبابنا وكاع على، وحتى الفرنساويين كيشوفونا دايرين بحالهم ما في محاله. قال لك واحد السيد عندنا جا لوجده بغا يدي جارتو هنا في باري عندكم، بغا يدي جارتو مغربيه مسلمه، بغا يدي فاتحه مسلمه. الحصول سيدي هذا فرنانديز مشى عند العدول زعما باش يسلم. ايوا قالوا له شهد. ايوا شهد. قالوا له الاسلام يفرض علينا الصلاه خصك تصلي. قال لهم بوتيتر بوتيتر. قالوا له الاسلام حرم الشراب الخمر كذا. قالوا نو نو مو جو في الاسلام دو مون كامراد عمر. عمر هو خذ ديك البنت. وعمر حتى هو مربش مشى كي عمر كيف كي فرنانديز. ما فكاش الفرق ما بين عمر ولا فرنانديز. وثانيا قالوا انا فاتح اللي كنت معها قبل ما نتزوج غير بتخربقوا. قال روح العق يا محمد العق. انت يا ودي هاك هنا ما يشربش عليهم الشروط. هنا يجي يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويدي البنت. صافي هذاك الشيء ما يضمنديه لا واش راه يصلي ولا يشرب ولا راه يشرب ولا ياكل الحلو كاع الشيء. ما كانش هذا السؤال. لا ما كانش ما كانش. لا لا ما كانش. انا يقول انا لا ابغى شي البنت الا بغات تقول ذاك النصراني تقول له شوف بغيت نتزوجو ارواح غير قول ديك الكلمه قدام با وما والسلام عليكم ان شاء الله ميري ومن تما راه انا وياك صافي. سوى قال تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبك اولئك يدعون الى النار. شال جهنم من يتسم الحاج يرفد نسيبه في الطيفور فريدريك رفضوا في الطفور هو كافر. جات عندي البنيه خدامه في هولندا واحد السويك قالت لي راني مزوجه بواحد هولندي. قلت لها واش مسلم ولا ماشي مسلم؟ قالت لي ماشي مسلم. قلت لها هذاك واش جيتي علي واسمو جيتي عندي ديري؟ قالت لي جيت نسقسيه. قلت لها هذا راه واحد مزوج. الا كنت تزوجتيه وتعتقدي ان هذا حلال هذا كفر كفرتي، والا تزوجتيه وتعتقدي باللي هذا حرام يخصك الان 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 تفسخي. قالت لي ولا كاين لا يخصني 5 سنين باش يعطوني الكوارت.
ربي قلت له واخا دي خمس 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 سنين وربي سبحانه وتعالى ما عرفش تعيشي ولا ما تعيشيش وباك كي داير. قالت لي حاج قلت له وقابل هذا الشيء؟ قالت لي لا هو اللي ان شاء الله هو حضر في الزواج. يا امي انت الحاجه ربي يا ربي انا تلقيت احنا في المهمه انا في دوك الصباح جيت انا فرنسا وشنو بزاف هي قضيه الزواج تاعك سنين ديال الفاتحه ارواح انت قبل ما تقول لي على الزواج تاع الفاتحه يا السيد طلق المراه نتاعو ماشي مطلق يا غير في الكاغط وزوجها لواحد في الخارج او قال له تمشي تما يا باش كدير الكوارت عاد صيفط الاخوه أجلست خمس سنين وقال لي تكلمني مع مرتي راه سمحت فيا. قلت لها الو كي راكي دايره واش اخبارك الراجل تاعك راهي بات برا زعما راه فوقاش تولي. قالت لي انا عاد في العنق ديال البلجيكي. قلت له لامك انت طلقت وجه عندي يا ابنك يا ابن المحروق انا حسب لي واسمه انت جيت عندي هكذا يا راه الناس وصلت عليها الدنيا بعد دينها وبعد ملتها وبعد لا نعرف واش مبغاتها الناس تاكل التراب وتعيش على الدين ولا والعياذ بالله هذه العيشه تاع ماشي ديال بنادم هذا ماشي بنادم هذا البهايم هذه البهايم لا الحاجه القضيه هنا فرنسا لا الاولاد اللي زايدين هنا ولا البنات اللي زايدين هنا يتزوجوا غير الفاتحه يجيو يتزوجوا ها ما تزوجوا الفاتحه واش هي الفاتحه ما فهمتش انا الفاتحه الحمد لله رب العالمين وصافي لا الزواج في الشرع عنده شروط شروط صحة عقد النكاح كاين الشرط الأول وجود الوالي باها يواسمه هذه ديروها هو الشرط الثاني هو يكون القبول والإيجاب يجي ذاك الولد ويخطبها على كتاب الله وترسل بالوالد يقول أخوه يقول له قبلت هذا يسمى القبول والإيجاب والشرط الرابع كاين الشهود يحضروا مجموعة على الأقل 10 ولا كثرتوا مزيان لأن اليوم الشهود نتاع الناس ماشي عدالة بزاف كل ما كثرت يكون مزيان الشهود ويكون الصداق وتمشي عند العادل يوثق لك ذاك الكارت الشرع حكومي هيا حكومي واه تمشي عند الحكومة واه باش دير العقد باش تحفظ يعني الحقوق نتاع الآخر ولا ميري دبر راسكم انتم انت على ميري ذاك شتبينكم بالفرص ذاك ديروه ولا دبر راسكم ذاك ماشي شغلنا حنا نديرو الزواج الإسلامي الشرعي أما الكاغت انت على ميري دبر راسهم مش غارك غادي تديرو بالشتيف لأن الإدارة غادي تطلبو لك الوقيتة اللي غادي تطلب لك الكواغت غادي تطلب لك هذاك ولا غير تمشي للقنصلية غير تمشي للقنصلية هذه الشروط اللي قلتهم يعني تبقى مسائل قوليه نعم ولكن اللي هما كيحافظوا عليه هو الكتاب المدني يعني يتزوجوا في فلاميري مسائل اللي نتمناك علاش لان عندهم غايه وما عندهم غايه الانسان اي واحد في الزواج تاع الميري عندهم غايه عنده هدف ولا عندها هدف يعني ورق يعني فهمت ولكن الزواج ديال فهمت يعني ديال على السنه وعلى كذا هذاك الناس يعني كتسمح فيه هو عندنا الوقت حتى يجي الولد الاول ولا الزواج سبحان الله كذا ما دايروش اسمعت اسيدي احنا كنتكلموا على الزواج الاسلامي الشرع باش نبقاو على بينه ليحيى من حي عن بينه ويهلك من الزواج انا ما يهمنيش لا ميري انا اللي يهمني قدام سيد ربي نزوج زواج شرعي باش ما نكونش عايش في الحرام كيكون الوالي ويكون القبول ويكون الايجاب ويكون الصداق ويكون الشهود ويكون التوثيق التوثيق ما كانش فين ما كيديروش التوثيق قلت لك شنو نقول لك التوثيق ما كيديروش كيديروا لا ميري بلاصتو لا واش ما يديروش اسمح لي العقد واش يكون كتاب ولا يكتبوه ما يديروش ولكن خصك تكتبوه علاش ما يكتبوه لا يا سيدي دير لي الكاس اسيدي دير لي الكاس اسمح لي ادير لي الكاغط نتاع الزواج الشرعي اللي كيوثق الزواج الشرعي اما انت على ميري راكو ديروا لانه راكم محتاجين له انا بغيت الكاغط نتاع الزواج ديال الاسلام اللي كيوثق لك الزواج الاسلامي لا سيدي الا ما دير القنصليه الا ما بغيتش القنصليه راه كافر واخا الا ما بغيتش القنصليه راه كافر لا ما نقولوش كافر لا خصك تمشي عند القاضي وقول ديت هذه واه باش يكتبوا لك العدول ومن بعد الا قلت مشي لاميري مشي لاميري يمشي على حقاش لان المفروض عليه باش يمشي لاميري باش يدير كواغطو هذيك اداريا ولكن حنا كنتكلموا على الزواج الاسلامي حنا كمسلمين الزواج الاسلامي اذا راه مغرور
على ما مشاش الاسلامي ومشى دار غير ذاك الزواج الاخر ماشي زواج غير ذاك الكتابه ما كانش ماما كان الشهود كان خصو يكتب لان تعرف علاش خصو يكتب لان ملي فسدت الذمم نتاع الناس وما بقاتش الثقه لكي يحافظ للمراه على حقوقها وجب ان توثق ذلك لان الناس وقعت في ازمات كبيره ملي ما وثقوش لان ملي ما يوثقوش يقدر ينكرها يجي حتى لتما ويكرها اما انتم عاد هنا من يدير تاع لاميري راه يعترفوا بتاع لاميري ولكن احنا شوف احنا الى الدوله مثلا كتسهل في المسائل الشرعيه احنا المسلمين خصنا المسائل الشرعيه هي الاولى باش الانسان باش يلقى الله غدا باش غادي يلقى الله واش يلقاه باب المسائل هكذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب اغفر ذنوبنا يا رب استر عيوبنا يا رب توفنا وانت راض عنا يا رب اشف مرضانا يا رب ارحم موتانا يا رب فك اسرانا يا رب اقض حوائجنا يا رب اصلح اولادنا يا رب اصلح بناتنا يا رب اصلح نساءنا يا رب اصلح جميع المسلمين يا رب ما تعذب حتى واحد من امه حبيبي رسول الله يا رب لا تموت مسلم حتى تتوب عليه يا رب ارحم والدينا ووالديكم الله يدخل عليهم الروح والريحان من رب راضي غير غضبان الله ينور قبورهم الله يجعل قبورهم تكون روضه من رياض الجنه الله ينصر الاسلام والمسلمين الله ينصر اخوتنا في فلسطين عليك بعدائك اعداء الدين الذين في معجب قدرتك يا جبار السماوات والارض هذا الدار اللي عمرها بخير كما عمرت بكرش على رسول الله اللهم اجعلها خير بيت خير وبركه اجعلها من البيوت التي تتلى فيها الايات خرج من هذا المنزل الصالحين والصالحات اللهم بارك لهذه الحاجه لهذه الاخت الله يبارك لها شرف ايمانها ويبارك لها في الدين ديالها ويبارك لها في الصحه نتاعها ويبارك لها في الرزق ديالها ويبارك لها في الحركات نتاعها ويبارك لها في السكنات نتاعها ويبارك لها في الوليدات نتاعها ويبارك لها في البنيات نتاعها الله يجعل سيدي ربي يحفظ لها البنيات والوليدات كما حفظ اللسان بالاسنان الله يجعل سيدي ربي سبحانه يوري لها في الوليدات ما يرضي الله ورسوله الله يجعل سيدي ربي يوفقهم لما فيه الخير الله يجعل على يديها الخير الكثير هذا الاخوات اللي حاضرين الله يجعل سيدي ربي يبارك لهم في الازواج نتاعهم الله يرضي عليهم الازواج نتاعهم الله يبارك لهم في الوليدات نتاعهم الله يصلح لهم الوليدات نتاعهم الله يرضي عليهم الوالدين ديالهم الاخوان اللي حاضرين هنا اللي عنده شي حاجه نتاع الخير الله يقضيها له الله يجعلنا من المتحابين في الله المتزاورين في الله الله يجعل سيدي ربي اللي لقانا اليوم في هذه الساعه المباركه بغير ميعاد قدر الله تعالى الله يلقينا جميع في الجنه يا رب العالمين يا ربي يا ربي يا ربي كما تلاقينا لقينا غدا مع حبيبنا رسول الله في الجنه يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ارزقنا حياه طيبه واعطينا موتة مباركه وردنا اليك مرد غير مخزي ولا فضيحه يا ربي هذا الروح من تخرج ونسق اليك مجرمين مذنبين فيهال علينا التراب ويتخلى عنا الاهل والاحباب وتغلق دوننا كل الابواب ولا يبقى حينها الا بابك يتواب هناك لا تتخلى عنا يا رب اللهم انس وحشتنا وارحم غربتنا اللهم نور قبرنا اللهم ثبتنا بالقوي الثابت في الحياه الدنيا والاخره اللهم اظلنا في ظلك يوم لا ظل الا ظله اللهم يا رب طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء واموالنا من الحرام والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانه وصلى الله وسلم على حبيبنا